كيفك؟ سنوات الدمار، سنوات الخراب، سنوات الدموع، سنوات التهديدات بكل قطع الأسرية كانت ممكن تكون في مهب الريح، كما حدث في بغداد عندما نهب متحف بغداد ب 2003. كان استراتيجيات إغلاق الأبواب، كل باب في أي متحف موجود في سوريا كنا نقوم بإغلاقه، كنا نقوم بتحصينه، كنا نقوم بإخلاء القاعات. عندما يتم افتتاح كل أبواب المتاحف عندها سنقول كل أبواب السلام عادت إلى سوريا وعاد الأمان إلى هذا الوطن. لكننا أطمئن الجميع بأننا فعلا أنقذنا أكثر من 300 ألف قطعة أثرية من السرقة ومن التكسير ومن الدمار.